السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، إخباركم كل شيء بخير، تمنى تكونوا كاملين في الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدرجة. أولا كنبغي نهنئكم بحلول العيد رغم أنها جات متأخرة، فلذلك كنعتذر بزاف، وكنتمنى أنكم تكونوا دوزتوا العيد في أتم الصحة والعافية وبفرح، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم تشكروا هؤلاء الأبطال لأنهم كيستحقوا منكم ولو تعليق واحد بسيط، لأنهم كيقوموا بعمل جبار. كنشكركم بزاف. نمروا لشعارنا الخالد: عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله. نمر إلى العناوين: مسؤول فرنسي كبير يدافع عن المملكة المغربية، إن إس أو الإسرائيلية، هاتف الملك محمد السادس لم يكن قط هدفا لزبنائنا، ردا على اتهام المغرب بالتجسس على ماكرون، فرنسا تعتذر من داخل البرلمان، المغرب يبعث برسالة عاجلة إلى إسبانيا حول عودة السفيرة المغربية، جو بايدن يشكر الملك محمد السادس لهذا السبب، وزير الخارجية الإسبانية الجديد يستفز المغرب. حصري: الأمم المتحدة ترفض تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء المغربية. عاجل وحصري: إسرائيل تزلزل الجزائر والصنادلية من قلب الاتحاد الإفريقي. عاجل: المملكة المغربية تطرد وسائل الإعلام التي اتهمته بالتجسس. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. أكد كريستيان كامبو رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأربعاء أن المملكة المغربية بصفتها شريكا استراتيجيا لفرنسا يتعرض لحملات تشويه صحفية تهدف إلى زعزعة استقرارها. وفي رد على مزاعم اختراق المملكة المغربية لهواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برامج معلوماتية، جدد كامبو وهو أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ في تصريح صحفي تضامن مجموعة الصداقة مع المملكة المغربية، والتي من الواضح أنها موضوع اهتمام خاص من حملات الصحافة والتشهير مع اتهامات خطيرة جدا وفق تعبيره. وزاد المسؤول الفرنسي قائلا: لكن عند توجيهك اتهامات عليك أن تتحمل مسؤولية البراهين، مشددا على أنه حتى تثبت إدانته فهذا مجرد قصص تستمر بانتظام حسب تعبيره. وفي وقت سابق من اليوم قرر المغرب فتح بحث قضائي حول ما كشفت عنه تقارير إعلامية أجنبية بشأن التجسس عن شخصيات وطنية وأجنبية، وسنتطرق له بعد قليل. شركة NSO الإسرائيلية صاحبة برنامج بيغاسوس اختراق هواتف شخصيات سياسية سامية، ووجهت عدة منابر إعلامية أجنبية للشركة تهمة اختراق الآلاف من الهواتف في تحقيق الائتلاف يودا فوربيدن ستوريز. ونفت شاليف أهيلو المدير العام لشركة NSO الإسرائيلية في التحقيق بخصوص ورود اسم جلالة الملك محمد السادس على لائحة الهواتف المعنية بالاختراق، وكذا بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذا مراجع بخصوص اسم الرئيس المنظمة العالمية للصحة. وأكد المسؤول أن هذه الشخصيات لم تكن قط مدرجة في أي لائحة أو هدف لزبناء الشركة الإسرائيلية. أكد الوزير الأول الفرنسي جون كاستيكس أمس الأربعاء داخل الجمعية الوطنية أي البرلمان الفرنسي أن التحقيقات التي أمرت بها السلطات بلاده عقب صدور التحقيقات الاستقصائية حول استخدام المغرب لبرنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين سياسيين فرنسيين لم تظهر أي دليل على صحة ما نشر. ووجه أليكسيس كوبير البرلماني عن حزب فرنسا الأبية والذي أسسه ويتزعمه المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المزداد في المملكة المغربية جون إيف ميلونوش استفسار حول هذا الموضوع الوزير الأول في جلسة عمومية، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بهجمة رقمية خاصة وإنما بهجوم من طرف دولة على دولة أخرى.
وأضاف أن النظام المغربي استخدم هذا البرنامج من أجل التجسس على صحفيين فرنسيين. وانتقد البرلماني المذكور عدم صدور أي رد فعل رسمي من الحكومة الفرنسية حول هذا الموضوع، مريدا سيادتنا واستقلالنا هي المعنية. وسأل الوزير الأول ما إن كانت حكومته على علم بما جرى قبل نشره في وسائل الإعلام، وما إن كان أحد من أعضاء البرلمان الفرنسي معنيا بهذا التجسس. كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها باريس ضد هذه البلدان والتي استخدمت هذا البرنامج، وتحديدا المملكة المغربية وإسرائيل. ورد كاستيكس بجواب وصف بالرسمي والمقتضب قائلا إن ما يتحدث عنه عضو البرلمان سيكون خطيرا جدا إن كان صحيحا، مضيفا أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا في هذا الأمر للتأكد من ذلك، لكنها لم تنجح في الوصول إلى أي دليل مادي يدعم ما نشرته وسائل الإعلام التي أعادت العمل الصحفي، خالصا إلى أنه بناء على ذلك لن يكون بمقدوره الحديث عن هذا الأمر أمام التمثيلية الوطنية وأمام الوطن على حد تعبيره. ويأتي جواب الوزير الأول الفرنسي حول التحقيق الاستقصائي الذي شاركت فيه 17 مؤسسة صحفية من بينها لوموند الفرنسية، بتنسيق مع طرف منظمة فوربيدن ستوريز الموجود مقرها في باريس ومنظمة العفو الدولية، والذي أورد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو كان من بين المستهدفين بعملية التجسس المغربية المستهدفة للهواتف بواسطة البرنامج الذي طورته شركة OSN الإسرائيلية متزامنا مع ولا يريد عودة فورية لسفيرته إلى مدريد كريمة بن يعيش، والتي تم استدعاؤها يوم 18 مايو الماضي للتشاور، ويريد مناقشة عدة نقاط وتقديم توضيحات حول السبب الحقيقي للأزمة الدبلوماسية والتي تفجرت عقب استقبال إسبانيا لإبراهيم رخيص، حسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية مغربية لصحيفة لارازون. وأضافت لارازون أن عودة السفيرة المغربية لإسبانيا يسبقها مناقشة عدة قضايا وتقديم توضيحات حول المشكلة والتي تسببت في الأزمة الدبلوماسية الحالية. واندلعت أزمة بين المغرب وإسبانيا عند استضافة الأخيرة إبراهيم رخيص زعيم جبهة الصندلية للعلاج في أبريل الماضية لأسباب إنسانية بين مزدوجتين، الأمر الذي اعتبرته الرباط مخالفا لحسن الجوار، مؤكدة أن رخيص دخل إسبانيا من الجزائر بوثائق مزورة وهوية منتحلة. وأشارت نفس المصادر المغربية إلى أن موعد القمة رفيع المستوى بين البلدين المؤجل عدة مرات لم يحدد بعد. وفي رسالة موجهة إلى الحكومة الائتلاف اليسارية، أجرت المصادر نفسها إلى أن اتفاق الصيد البحرية مع الاتحاد الأوروبي سينتهي العام المقبل، ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات تجديد في غشت أو شتنبر من العام الجاري. ويعتبر الاتفاق هاما لإسبانيا خاصة منطقة الأندلس، فمن بين 128 ترخيصا منحتها المملكة المغربية في عام 2019 لسفن الصيد الأوروبية تم تخصيص 92 منها لملاكية السفن الإسبانية. واعتبرت صحيفة لارازون ملف الصيد البحري ورقة رابحة تنوي رباط طرحها على الطاولة كجزء من عملية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا، وهي العملية التي تتقدم الآن بحسب المصادر الدبلوماسية المغربية، والتي رحبت بتعيين خوسي مانويل ألباريز وزير الشؤون الخارجية. وأشارت إلى أن هناك نقاط أخرى يجب مواطن مغربي كان محتجزا في معتقلات خليج غوانتانامو. نصر وفق بيان للخارجية الأمريكية اطلعنا على مضامينه، وهو أول معتقل تم إعادته إلى بلده الأصل خلال إدارة الرئيس الحالي جو بايدن. إن الإدارة الأمريكية مكرسة لمتابعة عملية مدروسة وشاملة تركز على تقليل عدد المحتجزين في مرافق غوانتانامو بشكل مسؤول، مع الحفاظ على أمن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. يوضح بيان الخارجية الأمريكية
المصدر نفسه أبرز أيضا أن خطوة القيادة المغربية تسهيل عودة نصر إلى جانب استعدادها السابق لإعادة مقاتليها الإرهابيين الأجانب في شمال شرق سوريا. الخطوة يجب أن تشجع الدول الأخرى على إعادة مواطنيها والذين سافروا للقتال في الخارج مع المنظمات الإرهابية. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية كذلك تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس يتمتع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بتعاون قوي وطويل الأمد في مكافحة الإرهاب ويعملان عن كتب لحماية مصالح الأمن القومية للبلدين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية كذلك نقدر جهود المملكة المغربية كشريك مستقر في تصدير الأمن بما في ذلك قيادته المستمرة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ودوره المستدام في التحالف العالمي لهزيمة داعش. أسلف على فعله منذ عقود بزيارة المملكة المغربية كأول وجهة خارجية لهم. ورغم كل الرسائل الإيجابية التي أرسلها الوافد الجديد على قيادة الدبلوماسية الإسبانية سافر وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسي مانويل ألباريس إلى لندن أمس الأربعاء والتقى نظيره البريطاني دومينيك راب بعد شكوى من المملكة المتحدة حول محتوى عرض التفاوض والذي قدمته المفوضية الأوروبية بشأن مستقبل جبل طارق ليكون أول وزير خارجية إسباني حديث التعيين لا يزور المملكة المغربية في أول محطة خارجية منذ زمن بعيد. وأكد دومينيك راب الثلاثاء أن التقويض الذي نشرته المفوضية يسعى لتقويض سيادة المملكة المتحدة على جبل طارق وبالتالي لا يمكن أن يشكل أساس المفاوضات. وتأتي زيارة الوزير الجديد إلى لندن في وقت أعلنت فيه الرئاسة الإسبانية عن جولة جديدة لرئيس الحكومة الإسبانية إلى إفريقيا استثنى منها المملكة المغربية للمرة الثانية في ظرف أقل من 3 أشهر. ومن خلال ذلك يتضح أن العلاقات الإسبانية المغربية لا تزال بعيدة عن العودة إلى مستواها الطبيعية حتى وإن كان منسوب التوتر قد انخفض. الدولية أن أعضاء المجموعة أجمعوا على صعوبة تعيين مبعوث أممي في ملف الصحراء المغربية بعد الاطلاع على تقارير أعدتها بعثة المينوسو بخصوص عملية عسكرية تقوم بها جبهة الصناديق الانفصالية بالمنطقة المنزوعة السلاح قرب الجدار الأمني. ولم تستبعد نفس المصادر أن تطلب مجموعات أصدقاء الصحراء بمجلس الأمن بلسان الأمم المتحدة من جبهة الصناديق توقيف عملياتها العسكرية التي باتت تهدد عملية السلام بالمنطقة. وكانت جبهة الصناديق الانفصالية المدعومة جزائريا قد أعلنت في نوفمبر من العام الماضي عن استئناف العمليات العسكرية الإرهابية ضد المملكة المغربية إثر العملية السلمية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية بالقرقرات وذلك لإعادة فتح معبر الحدودية في المنطقة العازلة باتجاه موريتانيا بعد عرقلة المرور منها من طرف عناصر تابعة لجبهة الصناديق لثلاث أسابيع. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية الذي ينتظر أن يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية الشريفة خلال أيام عن انضمام بلاده إلى الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب يوم الخميس 22 يوليوز الحالي. وحسب الخارجية في إسرائيل كانت عضوا مراقبا في منظمة الاتحاد الإفريقي في صيغتها القديمة والآن تعود بعد سنوات من إعلان تأسيس الاتحاد الإفريقي في نسخته الجديدة. دخول إسرائيل الاتحاد الإفريقي مع إقامتها علاقات مع 46 دولة من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي دفع إلى التساؤل إن كانت الجزائر وصانعاتها الصناديقية سيقدمون على الاحتجاج على انضمام الدولة العبرية أو حتى الانسحاب من الاتحاد بعدما استخدموا ورقة رفض تطبيع ضد المملكة المغربية مع إعلان عودة العلاقات مع تل أبيب. أعربت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة والتي تروج لمزاعم اختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي.
وذكر بلاغ للحكومة صدر أمس أن هذه الأخيرة ترفض جملة وتفصيلا هذه الإدعاءات الزائفة التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها بما في ذلك منظمة العفو الدولية وائتلاف Forbidden Stories، وكاد من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية الباطلة. وسجل البلاغ أن المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، والتي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات الغير حكومية لجعله تحت إمرتها ووصايتها، مشيرا إلى أن ما يثير خنقهم أن هذا ليس ممكنا. وأكدت الحكومة أن المملكة المغربية والتي حققت إنجازات كبيرة في العدد من المجالات خلال السنوات الأخيرة ستواصل المضي قدوما في طريقها الذي رسمته لتعزيز نهضتها الاقتصادية وتنمية الاجتماعية. وخلص البلاغ إلى أن المغرب القوي بحقوقه والمقنع بواجهات موقفه اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الإدعاءات الزائفة. وفي أول رد منطقي على الحملة المسعورة مع سبق الإصرار، وحسب مصادرنا أن المملكة المغربية طردت وكالة فرانس بريس وكل وسائل الإعلام الفرنسية المتواجدة داخل التراب الوطني، وإغلاق مكتب منظمة العفو الدولية بقرار قضائي مستعجل مع تغريمهما. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى حلقة غد إن شاء الله.